تشهد محافظة بابل أكبر تظاهرة يعني شهدتها المحافظة، يمكن أكثر من 3000 متظاهر، بس مثل ما تلاحظ الكل هم وطنيين، الكل هم سلميين، الجميع يحمل الأعلام العراقية. كان هنالك كرنفال جميل جدا بين القوات الأمنية والأخوة المتظاهرين في تبديل الأعلام العراقية وتبديل الورود. هنالك كان تواجد من قبل سيد قائد شرطة محافظة بابل اللواء الحقوقي علي حسن مهدي قوة الزغبي ومع الأخوة المتظاهرين، وقام بتوزيع الأعلام العراقية، وكذلك حسب توجيهات اللي صدرت بأنه تلاحظ المنتسبين ما يحملون سلاح، بالعكس حملوا الورود لأن يستاهلون أهل الحلة، يستاهلون كل الأخوة المتظاهرين السلميين مثل ما تلاحظ. فالتظاهرة هي حق دستوري مشروع، وكذلك واجب علينا كقوات أمنية توفير الحماية اللازمة لكل المتظاهرين، وإن شاء الله معا من أجل إظهار محافظة بابل بالشيء الذي يليق بها. محافظة بابل تمتاز بعمق تاريخي كبير، محافظة بابل وأهلها الطيبين لهم ثقافة عالية، وهذه الثقافة ما جت اعتباطا، ولا العلاقة الحميمة بين القوات الأمنية والأخوة المواطنين أتت اعتباطا. هنالك تواصل وتوادد قديم بين المواطنين في نهل بابل وكذلك القوات الأمنية، حيث كان للمواطنين من أهل بابل دور كبير أيضا في مقاتلة داعش الإرهابي الأسود. رسالتكم اليوم كقيادة شرطة محافظة بابل والقوات الأمنية للمتظاهرين؟ طبعا رسالتنا بإحنا كل اللي متواجدين من القوات الأمنية بكافة صنوفها من جيش وشرطة وحشد وكذلك القوات الاستخباراتية وما شابه، الكل واجبه هو تأمين الحماية للأخوة المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة. رسالتنا بأنه يكون هنالك تعاون، وإن شاء الله التعاون موجود من قبل أخوتنا المتظاهرين، والتظاهر السلمية واضحة جدا، وإن شاء الله نحن سوف يعني نكون في خدمتهم في تأمين كل الحماية اللازمة لأخوتنا المتظاهرين. أنا دائما بالمظاهرات أنا شايل علمين، فكثير من شباننا وأولادنا يقولوا لي عمو طن واحد، أقول لهم هذا أنا واحد شايله والثاني حملتني به الحجية قالت لي هذا شيله لأن هذا سور سليمان، كانوا قبل علمونا سور سليمان، بس هسه لا، هذا سور العراق يحمي هذول شباننا، فتروح وياك هذا شيله السور لحماية شباننا من كل مكروه.